بونيفاس، هذا كتب كتاب من يجرؤ على نقد إسرائيل، وترجمه الأستاذ أحمد الشيخ الكاتب المصري المقيم في فرنسا. أنت حكيت على الإرث، قلت لي متاع في الستينات لمارتن لوثر كينج، ويقال مالكوم إكس هذا المسلم الأمريكي المسلم، يقال أن المخابرات نفسها الأمريكية CIA هي التي اقتلتها، يعني ثم إرث من التحرر. ربما هذا مثل أرضية خصبة حتى ينتفض الطلاب في هذه الموجة السريعة، يعني طلاب مترفهون في أعتى حتى الجامعات العلمية والكبيرة والمترفة تنتفض من أجل مطلب التحرر، هذا مهم جدا في حين ينام عربنا وجامعاتنا وجامعاتنا للأسف الشديد. شوف عنصرين مهمين جدا داخل المجتمع الأمريكي، أو عنصران مهمان جدا داخل المجتمع الأمريكي، أديا إلى التحول في النظرة إلى القضية الفلسطينية. العنصر الأول هو حركة السود. حركة السود هي كانت حركة تحررية، وحركة السود بما شهد آباءهم من ظلم وبما وقع عليهم من ظلم، أصبحت قضية الظلم هذه قضية أو قضية الحرية هذه قضية مقدمة عندهم. لذلك تجد أنه عدد كبير من قادة حركة التحرر التي قادها السود حتى من غير المسلمين، طبعا مالكوم إكس كان مسلم، ولكن حتى مالكوم لوثر كينج رغم أنه كان مسيحي، ولكن تجد أن هؤلاء نظرتهم أو تعاطفهم مع القضية الفلسطينية كان تعاطف كبير. ثم أنه هذا الجيل الأول أورث الأجيال اللاحقة شكل من أشكال التعاطف مع القضية الفلسطينية باعتبار أنه هي قضية ظلم وقضية حريات، وأنه الفلسطينيين يمرون بنفس الشيء الذي أو يشربون من نفس الكأس الذي شرب منه آباؤنا السود. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني حركة الحركة النسوية. الحركة النسوية أيضا بالمناسبة ساهمت في تغيير موقف المجتمع الأمريكي تجاه فلسطين بنفس النظرية وبنفس الذريعة، إنه باعتبار إنه هم ناضلوا من أجل حقوق الحصول على حرياتهم، كانوا ينظروا إنه العنصر الذكري الأبيض في أمريكا كان يقمعهم جزء كبير من حقوقهم، وهم الآن حصلوا على جزء كبير من الحقوق التي كانوا يريدونها. فهذه المرارات جعلتهم ينظروا أيضا بنظرة إيجابية لرصفائهم في فلسطين بصورة عامة. للأسف الشديد نحن كعرب وحتى كمثقفين عرب لم نستطيع أن نتعامل مع آذان التياران، حتى في من خلال أدبياتنا، من خلال تواصلنا مع قادة هذه التيارات، يعني هذه التيارات ليست لديها أي قيمة أو ليس لديها أي وجود في خطابنا اليومي. أنا أريد أن قبل أن تضيف دكتور، أنت ذكرت الأستاذ الفلسفة يهودية الديانة، وأنا شخصيا نشرته على صفحة الفيسبوك ودارت كثيرا يعني التي تم اعتقالها بالقوة أنت، ولكن ننسى أكثر شخصية هم هي نعومة تشومسكي، هذا اليهودي الذي نعم ودوره الفيلسوف المؤثر. نعم صحيح، أحسن. نعم صحيح. هو بالمناسبة هناك عدد كبير من اليهود الأكاديميين المواقف الإيجابية، يعني تشومسكي حدث منه، ولكن القائمة تطول. وهذا اختراق مهم، اختراق للدعاية الصهيونية، مهم جدا يعني. هو اختراق مهم، ولكن الأهم منه إنه كيف يمكن لمؤسساتنا الإعلامية في الوطن العربي أن تتعامل مع هذه الوجوه وتبرزها إلى السطح وتعلي من قيمتها المعنوية. لأنه للأسف الشديد هذه الشخصيات بالمناسبة داخل أمريكا هنا يعني تتعرض لقمع كبير جدا. يعني مثلا تشومسكي عدد يعني معظم كل وكالات الأنباء المينستريم سواء كانت CNN ولا فوكس نيوز من المستحيل أن تستضيف تشومسكي على شاشاتها. وذكر هذا في كتابه آلة الدعاية البروباغندا، ذكر كثير. نعم ذكر ذلك. فكان كان 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 متأمل من مؤسساتنا الإعلامية والأكاديمية والثقافية في دولنا أن تحتفي بمثل هذه الشخصيات. النقطة الأخيرة التي أنا أريد أن أتحدث عنها قبل نهاية الحوار، أن الحوار مازال متواصل المداخلة الأخيرة للبرقاوي، لكن أنت مازلت متواصل معنا. أهل السودان أنا طيبين وحلوين، خليك معنا. أنا سوف أضطر للانسحاب لأنه لدي اجتماع، ولكن النقطة التي أريد أن أقولها نعم. أن هذه الأحداث سوف تعيد تعريف بعض الشعارات التي ظللنا نكررها دون وعي. الشعار الأول هو شعار معاداة السامية. هذا الشعار كان ظل يعني سيف يسلط على الجميع متى ما أريد لهم ذلك.
ولكن الآن مع انضمام عدد كبير من أبناء اليهود ومن المثقفين اليهود إلى هذه الاحتجاجات، فإنه نحن الآن هذا الشيء سوف يدفع النخب المثقفة الأمريكية إلى إعادة تعريف هذا الشعار. ماذا نعني بمعاداة السامية؟ إذا كان شخص يهودي، يهودي الأب ويهودي الأم ومن سلالة يهودية 100%، إذا كان هذا الشخص يقف ضد تصرفات دولة إسرائيل ويقف بالمرصاد لحلطقات نتنياهو، فهل يمكننا إطلاق لفظ معاداة السامية على هذا الشخص؟ والشيء بالشيء يذكر أيضا إذا شخص مثلي مثلا إنسان أبيض، إنسان أفريقي مسلم لا يتحدث العربية، إذا كان إذا 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 بدر مني نفس السلوك وبدر مني نفس الفكرة، فكيف يمكنهم اتهامي بمعاداة السامية بينما لا يتهم ذلك الأمريكي من أصول يهودية بذلك؟ فهذا الشيء أنا في تقديري هذه مسألة إيجابية، لأننا سوف نشهد شكل من أشكال إعادة التعريف لهذا المصطلح. المصطلح الآخر هو مصطلح من البحر إلى النار، وهذا المصطلح أيضا استخدم استخدام سلبي أنا في تقديري، لأنه عدد كبير من السياسيين الأمريكيين المناوئين للمظاهرات، واحدة من ذرائعهم أن الطلاب المشاركين في المظاهرات ظلوا يستخدموا مصطلح من النهر إلى البحر، ولكن هؤلاء الطلاب عند استخدامهم لهذا المصطلح فهم لا يعنون بالضرورة نفس المحتوى أو المخزون الفكري الذي كان يعنيه الآباء المؤسسين عندما استخدموا هذا المصطلح في الثمانينات والسبعينات. نعم. والدليل على ذلك أنه جزء كبير من هؤلاء الطلاب الذين يعني يحتفون بهذا المصطلح هم أصلا ليسوا ضد قيام دولة إسرائيل، هم ليسوا ضد وجود إسرائيل، ولكنهم يتحدثون عن ضرورة المساواة بين اليهود والفلسطينيين. فهذا الشيء أيضا سوف يجعل النخب الأمريكية تعيد تفسير هذا المصطلح، وأنا في تقديري هذه حالة إيجابية، لأن طبعا بطبيعة الحال التاريخ علمنا أن كثير من المصطلحات كان لديها رمزية تاريخية أو رمزية معنوية في فترة من الفترات، ولكن نعم. بعد 100 سنة تحول هذا المخزون وأصبح هناك تفسير آخر لهذا اللفظ. أنا في تقديري نحن الآن أمام حالة تاريخية فريدة سوف تجعلنا نفسر هذه التصريحات. وهذا ما يسميه البعض بأن غزة وهذا الطوفان الأمريكي الطوفان الأقصى يعيد صياغة وعي الشباب الأمريكي من جديد من خلال الانتفاضة. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الرحمن عبد الله محمد، الباحث السوداني في الاقتصاد والجغرافيا السياسي جامعة كيرومانت للدراسات العليا تكساس، شرفتنا وأهلا بك وبكل أخوتنا السودانيين، وإلى مشاركات قادمة معنا في خادة الزيتون. أبقى معنا